شكلت انتخابات الرابطة المارونية صورة راقية للعمليات الانتخابية، إذ جرت بأجواء هادئة ديمقراطية وبروح رياضية باعتراف رئيسي وأعضاء اللائحتين المتنافستين. 715 هو عدد المنتسبين إلى الجمعية العمومية للرابطة، سدد 637 منهم اشتراكاته السنوية وانتخب 584، أي ما يفوق 90%. بين الساعة 9 والساعة 3 نزل المنتسبين إلى مقر الرابطة بالمدور وسط إجراءات أمنية نفذتها وحدات من قوى الأمن الداخلي، فيما تولى الكشاف الماروني عملية التنظيم. اللائحة الأولى حملت اسم التوافق والتحديث، ترأسها الدكتور جوزيف طربي، ولمركز نائب الرئيس السفير السابق عبد الله أبو حبيب، وهي بتضم 15 عضو من بينهم سيدة هي المحامية عليا بارتي زين. واختارت اللائحة شعارها الرابطة بأجنحة جديدة. لابد من أن تلعب الرابطة عن طريق الدعم والتأييد الذي أخذته من هذه القاعدة دورا مرجعيا على الصعيد الوطني، وهو الدور المطلوب منها وهو الدور المنصوص عليه في نظامها، بحيث تقرب بين كافة الفئات في الطائفة المارونية وفي الوطن أيضا. هل لاحظتم أي تدخل سياسي في هذه الانتخابات؟ لم نلحظ إطلاقا أي تدخل سياسي، وقد كانت جميع المرجعيات السياسية وخاصة في الطائفة المارونية على مسافة واحدة من كل المرشحين. مهندس لائحة التوافق والتحديث النائب عبد الله أبي نصر أشار إلى أن الهدف كان تحويل الرابطة إلى مؤسسة لخدمة الموارنة. بس في يقول انه هاي اول انتخابات تجري بمنأى عن التدخلات الاجنبية، لن يقال بعد النتيجة ان القوات ربحوا او العونية خسروا او العكس بالعكس، انما الرابح هو الديمقراطية، وبتأمن انه هالديمقراطية تمارس في جميع المؤسسات المارونية واللبنانية كمان. لائحة التجدد الماروني هي اللائحة اللي ترأسها الرئيس الاسبق للرابطة حارس شهاب، ومعه لنيابة الرئاسة اللواء المتقاعد انطوان بركات. وتميزت هالليحة بالخبرة بشؤون الرابطة، إذ أنه قسم من أعضائها شغل مناصب سابقة بالمجلس التنفيذي. مهما تكون النتائج، مفروض من كل القوى اليوم المنضوية بالرابطة أن تفعل عمل الرابطة، أن تستنهض الموارنة وين ما كانوا، أن تبلور الخط الوطني السليم، أن تبلور خصوصا الرؤية المستقبلية. لازم نحن كمان أنه الرابطة تكون مستقبلية بتطلعاتها بعملها، وفي عمل كتير إن شاء الله الفعل يكونوا على قد العمل المتوقع منهم. التأثيرات الحزبية كانت ضئيلة، حيث أن الترشيح المقربين من التيارات أو القيادات الحزبية المارونية كان بصفة شخصية، وكان ملاحظ أن الأحزاب تركت لمناصريها حرية الاقتراع، علما أن أيا من الأقطاب السياسيين لم يشارك بالانتخابات، مع أنه سددوا خلال اليومين الأخيرين اشتراكاتهم. القوات اللبنانية تركت الخيار لكل المحاذبين تبعها لحتى يختاروا من بين المرشحين الشخص يلي بيشوفوه بيعبر بطريقة أفضل، لأنه الرابطة منا موقع للتعبير السياسي، هي موقع ليجتمعوا فيه ويتبادلوا ويكون لهم رأي واحد وموحد بالقضايا المصيرية. كان اللافت أن الكثير من المقترعين عمد إلى تأليف لوائحه الخاصة نظرا للعلاقة التي تربط بالعديد من المرشحين. هذا وأبدى الرئيس الحالي للرابطة الوزير السابق ميشيل إدي إعجابه بالمسار اللي سلكته الانتخابات. نحن يعني ما في عداوة، في تنافس، في منافسة بين الفريقين من أجل الصالح العام. يلي بينجح صحتين عالبه، كلنا رح نتعاون معه، يلي وإن كان ساقطين أو كان الناجحين رح يتعاون معه. أنا رح أتعاون مع الجميع، لأنه عندي أنا مؤسسة المارونية للانتشار يلي أنشأ قبطة بطرك وعيني أنا رئيسها، أنا مجلس أمنا، ونحن تمنا رح نأمن تمويل الرابطة من أجل التواصل المارني يلي بالانتشار مع الوطن. ولاحقا أعلن فوز الدكتور جوزيف طربي برئاسة الرابطة، إذ حصل على 377 صوت مقابل 198 للأمير حارس شهاب، واعتبرت 9 أوراق ملغات. ومساء أعلن فوز اللائحة التي يرأسها الدكتور جوزيف طربي، ما عدا خرق واحد تمثل بدكتور خليل كرم مكان العقيد المتقاعد ميشيل بويري. الفائزون هم بدوي أبو ديب، حكمة أبو زيد، أميل أبي نادر، فرانسوا باسيل، أنطوان بستاني، عبدو جرجس، سمير حبيقة، عليا بارتي زين، جان سلوان، أنطوان شويري، بيير الظاهر، فادي عبود، فؤاد عون، وشوقي أغزان.